هذا أنا أعتقد أنه يوم تاريخي هذا بالنسبة للجزائر. دخلنا في المشروع الحقيقي هذه الانطلاقة، إن شاء الله الوتيرة تمشي بأكثر سرعة. نظن بشرى بالنسبة لسكان المنطقة مناصب شغل، وبالنسبة للجزائر أعتقد أن المناجم تاعنا تعبت، المنجم تاع الحالي تاع الونزا صبحت لا تونير تاعو طريفة. كل حال حنا صناعة الحديد والصلب والمستخرجات تاعها تفتح آفاق كبيرة بالنسبة للجزائر. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.